دكتور أشرف، وشكرا للمنصة الكريمة. احنا طبعا في مركز جابت اكستنشن للقسم، وبشكر أستاذنا الأستاذ دكتور إيهاب فوزي والزميل والأخ العزيز الدكتور محمد عبصبور والأور انفيتيشن في المركز. عموما أنا والدكتورة مروة النهاردة هنتكلم عن يعني بعد المحاضرتين السك للدكتورة لاهب والدكتورة سحر بعد الحمل والولادة، هنتكلم عن الموضوع مختلف خالص، فايرال هيباتايتس اند كرونيك كيدني ديزيز كلينيكال ابروتش اند مانجمنت، واحاول سمبليفاي الموضوع. ماي اجندا هتكلم عن التو فايروس الاتش سي في اند هيباتايتس بي، هاخد نقاط تارجتد بريفالنس لكل واحد فيهم، رينال مانيفستيشن اند كلينيكال ابروتش للاثنين مع بعض علشان ما اطولش عليكم، والتريتمنت ريجيمين لكل واحد منهم والسي في ان رينال ترانسبلانت سيتنج. بالنسبه للهيباتايتس سي، طبعا زي ما حضراتكم عارفين الهيباتايتس سي ممكن يبقى كوز للكرونيك كيدني ديزيز، وممكن يحصل از ا كونسيكونس اوف كرونيك كيدني ديزيز من البلاد ترانسفيوجن والنوزوكوميال ترانسميشن في الدياليسيس يونت والترانسميشن باي كيدني جرافت. عشان كده البريفالنس عالي جدا في العيانين الكرونيك كيدني ديزيز مينلي ذوز اون هيموداياليسيس. الدراسه دي يمكن اكتر دراسه لقيتها موجوده في مصر، يمكن كل الدراسات اللي اتعملت كلها تتجاوز فوق حاجه 50% للبريفالنس اوف هيباتايتس سي ان هيموداياليسيس يونت، لكن الدراسه دي يمكن احدث دراسه في 2017 ومنشوره في السودي جورنال في كيدني ديزيز اند ترانسبلانتيشن، ودي معموله في محافظه المنوفيه. اتعملت في 2011، وده طبعا يبين لنا نتائج البروجرام العظيم اللي احنا عملنا فيه انجازات رائعه. إن كانت في 2011 النسبة بتاعت الانفكشن في الهيموداليسيس يونت في المنوفية كانت 49%، ده يعني تقريبا 50%، وكان الريت اوف سيرو كونفرجن يعني الحالات اللي هي هتبقى نيولي انفكتد في كل وحدات الدياليسيس كانت 14.5%، لكن بعد الدايركت اكتنج انتي فايرال النسبة دي سيجنفيكانتلي ريديوز في خلال الخمس سنوات ل حوالي 42%، والريت اوف سيرو كونفرجن حوالي 5%. فشيء يعني الحقيقه انجاز، ودي كانت من دراسات احدث دراسات في الكرونيك كيدني ديزيز اند اتش سي في. الهيباتايتس سي اسوشيتد رينال ديزيز بيعمل حاجات كتير، اشهرهم الممبرينو بروفرتيف جلوميرال فراكس سواء اذا كان كريبلوبيلينوميك او نون كريبلوبيلينوميك. الممبرينس جلوميرال نفرايتس والفايبريلاري جلوميرال نفرايتس والفوكال سيجمنتال جلوميرال سكلوروزيس، وبيزود طبعا هيباتايتس سي في العيانين دول لان كل عيانين كرونيك كيدني ديزيز معظمهم سيستميك لوبس وفيهم اوتو ميون ديزيز، فبيزيد الثرومبوتيك مايكرو انجيوباسيس ويز انتي كارديولايفين انتي بودي. هاخد كلينيكال ابروتش للتو فيروسز مع بعض. احنا طبعا واحنا بنتعامل مع حالات بالشكل ده لازم يبقى عندي ثلاث حاجات ببص عليها، الليفر والكيدني ولو في اذر كوموربيديتيز علشان اقدر احدد التريتمنت بروتوكول. بالنسبه للليفر لو العيان ده هيباتايتس سي انتي بودي بوزيتيف هعمل طبعا البي سي ار والجينوتايب، ولو هو سيرفيس انتيجين بوزيتيف هعمل البي سي ار والاي انتيجين والاي انتي بودي والهيباتايتس دي. ما ننساش الهيباتايتس دي البريفالنس بتاعه في عيانين الكرونيك كيدني ديزيز في معظم الدراسات اللي اتعملت في مصر يتجاوز ال 50% في العيانين الكرونيك كيدني ديزيز اون هيموداليسيس. وبشوف طبعا لو اي واحد منهم بشوف هل في كونفكشن ويز اتش اي في ولا لا، وبعمل ليفر فانكشن تيست والترا ساوند، لازم احدد الفايبروزيس سكور باستخدام النون انفيزيف ميجرمنت الفايبرو سكان، وبشوف هل في بريزنس اوف سيروزيس، ويا ترى لو في سيروزيس ده اتش سي سي اون توب ولا لا، وده كومبنسيتد ولا دي كومبنسيتد، وفي بريفيس انتي فايرال اكسبيرينس ولا لا. دي نقاط مهمه جدا لازم اغطيها. بالنسبه للكيدني لازم اعمل يورين اناليسيس واشوف فيها في بروتينيوريا ولا لا، واشوف السي بي سي العينين دول كلهم انيميك، واشوف الكريات وبحسب منه الجي اف ار بالام دي ار دي والكوكروف فورمولا، ودول موجودين اونلاين واحنا كلنا بنستخدمهم، كلهم موجودين معانا على الموبايل بنحسب بيهم لكل المرضى، وبحدد الستيج اوف ليفر كيدني ديزيز، والعيان ده يا ترى اون هيموداياليسيس ولا لا، وبوست رينال ترانسبلانتيشن ولا لا. طبعا
هي ال according للكيديجو guidelines والكاتيجوري بتاعة ال renal affection. احنا طبعا بيهمنا في الهيباتايتس سي هما 5 جريد. الجريد 3A و 3B. عندنا هنا مهم جدا الكات اوف بتاع 30 في الهيباتايتس سي والكات اوف بتاع 50 في الهيباتايتس بي في السليكشن اوف دراجز. وطبعا الحاجات اللي انا ذكرتها في التقييم مهمه جدا، لان انا اكوردنج للديجري اوف جي اف ار، كل ما قل الجي اف ار والايام كان فيه، حتى لو الجي اف ار قليل وفي البومينوريا والجريد بتاع الالبومينوريا عالي، كل ما بيزيد كل ما الريسك اوف بروجريشن للكرونيك كيدني ديزيز بيزيد. نلقي نظره على الادويه بالنسبه للهيباتايتس سي، هكمل هرجع للهيباتايتس سي بقى مينلي. تمام، احنا عندنا كل الادويه الافيلابل بدايه من السوفوسبوفير انتهاء بالمافريت والفوسيفي. طبعا كل الكومبوننت اللي بيدخل فيها السوفوسبوفير، سواء اذا كان الكلوزا او السوفليت الهارفوني او السوفداك، كل الريجيمنت او الفوسيفي اللي هو احدث واحد فيهم، طبعا يهمنا ان السوفوسبوفير الرينال اكسكريشن بتاعه 81%. فهنا جت الاهميه بتاعت السليكشن بتاعت الدراجز مع الرينال امبيرمنت. لكن معظم باقي الادويه كلها اللي ما فيهاش سوفوسبوفير مينلي الاكسكريشن رينال لا يتجاوز من 5-7%. وزي ما حضراتكم عارفين ان السوفوسبوفير ده ما هوش الاكتف فورم بتاع السوفوسبوفير. الاكتف فورم الجي اس ال 33,007. ومتلاحظ ان الليفل بتاع الليفل بعد ما البيشن ده بياخد الجرعات بتاعته، الليفل السيرم ليفل بتاع الاكتف فورم بتاع السوفوسبوفير بيزيد بنسبه 451%. ولو العيان ده كان هوم دياليسيس بيزيد حوالي 2000%. وبالرغم من كده يمكن الكلام ده السلايس دي قديمه شويه، لكن الايزل جايد لاينز ادت بعض، لو في يعني ما فيش اوبشنز للتريتمنت ممكن استخدم السوفوسبوفير في عيانين الرينال امبيرمنت كوشيسلي. ده في 2017 في اللاست جايد لاينز. وما بنساش الكوموربيديتيز اللي ممكن تكون موجوده، دايبيتس وهايبر تنشن وسكيميك هارت ديزيز، عند الانيميا لازم يبقى كوركتد. وما نساش البيشن سرفايفل ودراج دراج انتر اكشن، دي من الحاجات المهمه جدا، لان العيانين دول تقريبا بيبقى ليهم ليميتد اوبشن في التريتمنت. والدراج دراج انتر اكشن كلها برضه موجوده معانا وبنستخدمها اون ذيس لاينز، وبتبقى ابديتد من يونيفرستي اوف ليفربول، واللاست ابديت بتاعتها في اكتوبر 2018. وعشان كده لازم بقى، علشان كل الكلام ده لازم اوصل لكل المعلومات دي علشان اختار التريتمنت ريجيمن. في الايزل 2000 امور ما اتغيرتش كتير في الايزل 2016 و2018. طبعا البيشنت اللي هم اكتر من 30 جي اف ار مايل تو مودريت امبيرمنت، نو دوز ادجستمنت للدايركت اكتنج انتي فايرال، لكن محتاج كير فور مونيتورنج. لكن لو اقل من 30 جي اف ار او الايان اون هيمو دياليسيس، كان في 2016 عندنا الاوبشن بتاع البيريفو ريبا والزيباتير. الزيباتير طبعا افيلابل في ليميتد افيلابيلتي، ما هوش يعني بيجي حاجات مستورده وكده، ممكن يبقى موجود في مصر بس بشكل مش ليجل. في 2016 في 2018 ابتدوا خلاص يعني يشيلوا الكيوريفو، وابتدى بقى المافريت مع الزيباتير ان هم يبقوا افيلابل. لكن ولا واحد من الادويه دي افيلابل عندنا في مصر، فاحنا ستيل يوز الكيوريفو ريبا، وبيجيب نتائج رائعه جدا تتجاوز ال 95%. دي الكيديجو جايد لاينز في 2018 برضه حاطه نفس الـ يعني نفس الايزل، نفس الاوبشنز بتاعت الايزل للمافريت وللزيباتير. استخدام بقى الريبافايلين، في كونترافيرسز لاستخدام الريبافايلين في كل الجايد لاينز. يعني بدايه كان نوت ريكومندد، احنا عندنا تو براند من اللي هو الريبيتول والكوبيجاس، ده بتاع شركه روش وده بتاع شركه ام اس دي اللي هم مصنعين للانترفيرون. كانت طبعا ما كانش مسموح بالنسبه للريبيتول، والكليك جايد لاينز في 2008 ما كانتش تسمح باستخدامه في اقل من 50 جي اف ار، والاي اس ال دي في 2009 ما كانتش تسمح بيه. لكن ابتدى يبقى بيرميشن
في الباك الشمس بتاع كوبيجاس اللي هو بتاع شركه روش في 2014 الاي سي ال دي ابتدت تشمح بالسيرفر. طيب الاي سي ال دي في 2015 ادى استخدامه لاكثر من 50 جي في ار اكوردنج للويت بيس، لكن من 50 ل 30 200 ل 400 الترنتيف، في يوم استخدم 200 ويوم 400، ولو اقل من 30 بستخدم 200 ملي جرام يعني كبسوله واحده. والايزا 2016 حطت ويت بيس لغايه ال 30 وتحت ال 30 200 كبسوله واحده ديلي. طيب بالنسبه للترانسبلانتيشن، بالنسبه للترانسبلانتيشن الامور بتختلف شويه وفي خلافات ناديه ترى اعالج قبل الكيدني ترانسبلانتيشن ولا افتر، وهنا دي فيها مميزات ودي فيها مميزات. بالنسبه لان انا لو عالجت قبل الكيدني ترانسبلانتيشن الليميت الريسك اوف ليفر ديزيز بروجريشن وريديوس المورتاليتي من الدياليسيس وريديوس الاكستراباتيك ريسك اسوشيشن وذ السي في ونو وريز اباوت السي في افتر ترانسبلانت، لكن تريتمنت افتر كيدني ترانسبلانتيشن بيديني ايزي تو تريت اتش سي في بوست ترانسبلانتيشن، بيديني متسع في الاختيارات بين الادويه المستخدمه وافويد تريتنج بيشنتس هو ويل نوت سرفايف تو كيدني ترانسبلانتيشن، والاو ريسيبيانت اوف انتي اتش سي في بوزيتيف دونر ان انا ممكن اخد ترانسبلانتيشن من عيان عنده كرونيك هيباتيتس سي واخد منه وان انا اعالج بوست ترانسبلانتيشن. والاوبشنز اللي موجوده بوست ترانسبلانتيشن استخدام الصوف مع سواء صوف ليك صوف داكلا صوف سيم كلهم افيلبل عندنا في مصر هنا. ده ممكن يعني في كل الاوبشن ملخص لكل الكلام اللي انا قلته عشان يكون محمد عبد الصبور ندخل في الهيباتيتس دي. البريفلنس في الهيباتيتس دي في العيانين كرون كيدني ديزيز للبيريفو ريدا تمام في الرينال امبيرمنت يعني الحقيقه الاوبشنز ليميتد في البيريفو ريدا. هو طبعا كونسيدر ان هو وان اوف يعني هتعمل نفس زي ما قال الدكتور محمد عمر ده نان ستراكشرال 5A فعندي اوبشنز مش متاحه في مصر يعني ممكن السيباتير المافريك لكن نوت افيلبل ان ايجيبت للري انفكشن. في الحقيقه يعني العرض اللي انا عرضته في المنوفيه والستريكت يونيفرسال انفكشن كنترول ميجرمنت اللي هي متبعه حاليا بصراحه فيها يعني امل كبير لان يعني احنا عندنا مثلا حوالي 16 وحده دياليسيس تقريبا في اسيوط تبع وزاره الصحه غير بتاعت الجامعه. يمكن احنا بدانا من حوالي 3 سنين نتواصل مع مديرين كل الاماكن دي على اساس نجيب كل المرضى. في الحقيقه لقينا صعوبه ويمكن هنعيد الخطوه دي تاني علشان كلهم يقدروا نقدر نعالجهم. كانت مثلا وحده الدياليسيس بضيروت نسبه الانفكشن فيها تقريبا تجاوز 60% وهكذا باقي الوحدات. الهيباتيتس بي بريفلنس طبعا احنا طبعا نعتبر مش انترميديت احنا بقينا لو انديميك يعني بالصاد السيرفي اللي عرضتها الدكتوره سحر في 2015 عن السي كانت برضه تناولت الهيباتيتس بي ودي كان فيها البريفلنس اوف انفكشن الهيباتيتس بي في مصر 1% بالنسبه للهيباتيتس السيرفيس انتيجين بوزيتيف كان 1% والهيباتيتس بي كور اي جي جي كانت 10% دي اللي اتعملت في 2015. فاحنا نعتبر في يعني في اللو انديميك بالنسبه للهيباتيتس لكن احنا عندنا كلاسترز فوكسز كده فيها هيباتيتس دي كتير. فالنسب من 0 ل 7% في اللو بريفلنس كانتريز وبتوصل من 10 ل 20% في الانديميك اريا. طيب بالنسبه لاسيوط انا يعني كنت شايف في البروجرام الدكتور سمير كمال موجود لكن ما كانش موجود فكنت عايز اتناقش معاه لكن هو بالنسبه للداتا في اسيوط فهو كل الوحدات اللي هي فيها عيانين ما فيش عيان هيباتيتس بي بوزيتيف بيغسل في الوحدات العاديه كلهم ايزوليتد في وحده حميات داتا حميات وكلهم ست حالات كرونيك كيدني ديزيز اون دياليسيس في اسيوط اللي هم اون دياليسيس. ما اعرفش الجامعه فيها ايزوليشن ولا بتبعد من زمان لكن الصحة كلها كل الوحدات دي بتبعد في الحميات وكلهم ست حالات فقط. هيباتيتس بي فيروس اسوشيتد زيه زي الهيباتيتس سي بس اكتر الممبرينس نيفروباسي والممبرينس بيرفرت جلوميرولار فايس والمزاجيال بيرفرت جلوميرولار فايس والبولي ارترايتس نودوزيفر.
طبعا العيانين علشان تو افويد الانفكشن كل العيانين كرونيك كيدني ديزيز دول اميونو كومبرومايزد والريسبونس فيهم للفاكسينيشن قليل، فعشان كده لازم كل العيانين كرونيك كيدني ديزيز شوت بي سكرين فور هيباتايتس بي سيرفيس. الهيباتايتس بي باستخدام يا ريت نستخدم الثلاثه دول، الهيباتايتس بي سيرفيس انتيجين، الانتي هيباتايتس بي سيرفيس، والانتي هيباتايتس بي كور. لو at least one marker positive خلاص مش محتاج ان انا اعمل فاكسينيشن. لو كلهم نيجاتيف بدي فاكسين، بس ده انتنسيفايد فاكسين، ده غير اللي احنا بنستخدمه، بنستخدم احنا في الدوز العاديه 20. لكن في بالنسبه للعيانين كرونيك كيدني ديزيز بستخدم من 3 ل 4 دبل دوز فاكسين انتراماسكولاري، وبقيس الانتي بوديز في سيرفيس انتي بودي 4 اسابيع، من 4 ل 8 اسابيع مع ديفرنت جايد لاينز افتر فاكسين. طيب لو لقيت ان الليفل بتاع الانتي هيباتايتس بي سيرفيس اقل من 10، يبقى العيان ده محتاج ياخد دوز ثانيه من الفاكسينيشن 3 تو 4 دبل دوز انتراماسكولار. او لو هو فيل او لو انا عايز اخد اوبشن ثاني، لقوا ان الانتراديرمال يوز اوف فاكسينيشن ليه افكاسي، وان ده بياخد لاين مختلف نوت افكتد في الاميون، العيان ده من كومبرومايز. اللاين اللي انا هاخده وانا بعمل اندكشن للاميونيتي للبروتكشن بالنسبه للفاكسينيشن، لاين ثاني نوت افكتد في العيان الكرونيك كيدني ديزيز، يعني ثروز دندريتك سيلز، يعني مش متذكر الميكانيزم بالظبط، لكن ده الفرق في الاستخدام. طيب وبقيس ثاني لو لقيته اقل من 10 بدي سنجل، اكثر من 10 بدي سنجل بوستر دوز ثاني برضو من 10 ل 100 بدي سنجل بوستر دوز. طب اكتر من 100 ده خلاص بعمل انيوال للانتي بودي للسيرفيس، وبدي سنجل بوستر دوز لو هو نزل عن ال 100. طب العيانين اللي هم فيل فاكسينيشن ما قداميش غير ان انا الانفكشن كنترول ميجر القويه، وما قداميش غير الاميونوجلوبين لو حصل اكسبوجر. طيب النقاط المهمه بالنسبه للهيباتيتس بي، الدراجز والموديفيكيشن اكوردنج للجي اف ار اكتر من 50 طبعا نو نيد فور موديفيكيشن، بستخدم الفول دوز سواء انا بستخدم التينوفير او التيكافير من 300 ونص. طيب من 30 ل 49 بستخدم 1 تابلتس كل يومين، من 29 ل 10 بستخدم كل 3 ايام، ولو اقل من 10 او العيان اون دياليسيس بستخدم وانس ويكلي، وهكذا برضه في الانتيكافير. طيب انا مشكلتي ايه في الادويه دي مع الرينال توكسيسيتي بتاعه التينوفوفير؟ التينوفوفير بيعمل ديس فانكشن اوف بروكسيمال رينال تيوبيولز بميكانيزم غير معروفه، يعني بعضها بيتكلم عن الميتوكوندريال توكسيسيتي، وده بيحصل بيعمل ويستنج للسبستانس اللي هي بتبقى ري ابسوربد في البروكسيمال تيوبيولز، السمول بروتينز والجلوكوز والفوسفات والبيكربونات، وده بيؤدي للبروتين يوريا، جليكوز يوريا، والفوسفات يوريا، والميتابوليك اسيدوزيس، ودي الحاجات اللي انا بعمل عليها تشيك وانا بعالج العينين دول بالتينوفوفير. وده بيحصل سكندري جلوبيولر ديسفانكشن، ده ريديوس جي اف ار، لغايه ممكن يدخل في كرونيك رينال فيلير وديس اوردر للبون ميتابوليزم. طيب علشان افويد القصه دي لازم للعيانين اللو ريسك، بتابعهم وبعملهم رينال فانكشن وبعمل يورين ديبستكس وبشيك الكورنيال يوريا والجلوكوز يوريا كل 12 مانس للعيانين اللي هم اون تينوفوفير ثيرابي. العيانين الهاي ريسك بعمل لهم كل 6 شهور. طيب مين هم العيانين الهاي ريسك؟ العيانين الهاي ريسك دول دي كومبنسيتد ليفر سيروزس، الجي اف ار اقل من 50، والاولد ايج، والبادي ماس اندكس اقل من 18 او البادي ويت اقل من 50، والانكنترولد هايبرتنشن او دايابيتس، اللي عندهم بروتينيوريا واكتف جلوميرولونفرايتس، واللي بيستخدموا كونكوميتانت نيفروتوكسيك دراجز، والعيانين ترانسبلانتيك. طيب بالنسبه للرينال ترانسبلانتيشن في الهيباتايتس بي، ده طبعا افكتد سرفايفل، العيانين اللي زارعين وعندهم هيباتايتس بي دول وورث سرفايفل، وعشان كده لازم العيان ده قبل ما يزرع لازم يبقى سكرين، وسكرين لكل الماركرز اللي احنا ذكرناها، الهيباتايتس بي سيرفيس انتيجين والكور اي جي جي والانتي بودي، ولو ما كانش كده ما كانش افكتد لازم يبقى فاكسينيتد،
والليفر بايوبسي مهمه للايفالويشن بتاع العيانين دول، هي الجولد ستاندرد ستيل ذا جولد ستاندرد، لان لو استخدمنا النون انفيزيف ميجرمنتس ويل بي افكتد بالفوليوم اوفرلود اللي بيحصل في عيانين الكرونيك كيدني ديزيز، فعشان كده ممكن يدي لنا فالاسز ورونج ديسيجن. فعشان كده ستيل الليفر بايوبسي والاستوباثولوجي ذا جولد ستاندرد فور ايفالويشن. ولازم يبقى في العيانين دول لازم ياخدوا يونيفرسال بروفلاكسس، يعني هو في طبعا في يونيفرسال بروفلاكس وفي البري امبيتيف ان انا بستنى لما بيحصل اكتيفيشن وادي، لكن في العيانين دول لازم اعمل يونيفرسال بروفلاكسس واستخدم بوتنت دراج ويز هاي بارير اوف ريزيستنت اللي هم موجودين عندنا التيرموفير والانتيكافير. انا يعني خلصت طبعا، واحنا يعني بندهس الحضور الرائع ده، وبنستخدم الندوه للاعلان فري تشارج هتكون عملها.